في اليمن مشاهدينا، بدأت الحياة بالعودة إلى شاطئ مدينة ميدن الساحلية نعم، بعد غياب 6 أعوام جراء الحرب المتواصلة في البلاد. هذه المدينة الموجودة في مركز محافظة حجة توجه فيها المئات من طلاب المدارس في رحلات مدرسية للمرة الأولى منذ أعوام إلى الشاطئ للترفيه عن أنفسهم في أيام العطل المدرسية. نعم سونيا، عبر اليمنيون عن سعادتهم الغامرة بعودة الأوضاع في المدينة إلى طبيعتها، لكنهم اشتكوا أيضا من انعدام الخدمات ووجود الألغام في المناطق التي كانت تشكل من قبل وجهة سياحية كبيرة لسكان المدن المجاورة. يمتلك اليمن الذي يقع في جنوب شبه الجزيرة العربية عددا من الشواطئ على سواحل البحر الأحمر والبحر العربي، ومنها شاطئ مدينة ميدي المحاذية للسعودية والتي تحتل المرتبة الأعلى بضمها قرابة 52 جزيرة من أصل 186 جزيرة. والله شعوري شعور أي إنسان، يعني أنه يغيب عن مكان لفترة محددة قصرا، يعني تخيل أن الآن يعني أنا لأول مرة أصل إلى هذا الكورنيش، يعني منذ 6 سنوات كل شيء على عكس ما يرام، يعني كل شيء يعني مدمر، المنتزه بشكل كامل، يعني المرافق حقه من مطعم، من مباني ملحقات، من هذه القباب المكونة لهذا الكورنيش، جميعها مدمرة، إضافة إلى حتى جسر العبور مدمرة، مخاطر الألغام أيضا، هناك في تحذيرات من ألغام بحرية، ألغام برية، مخلفات حرب. شعوري سعيد جدا وصولي هذا المكان، كانت آخر مرة وصلت له قبل اندلاع الحرب بضعة أشهر. أنا سعيد جدا وصولي هذا المكان، وأيضا حزين في نفس الوقت لما حصل هذا المكان من الدمار. أيضا توجد هناك مخاطر ألغام بحرية وألغام أرضية ومخاطر ومخلفات دمار الحرب، فنتمنى إصلاح هذا المكان، فهو المتنفس الوحيد لنا. من صنعاء ينضم إلينا الدكتور محمد الحجوري، أستاذ السياحة بقسم الآثار والسياحة بجامعة صنعاء. صباح الخير وأهلا بك معنا في صباح جديد دكتور محمد. بداية نبارك لكم العودة التدريجية للحياة، ونتمنى في نفس الوقت أن تكون عودة آمنة لكل من يتجه إلى هذه المدن الساحلية كمتنفس، خاصة في مدينة ميدي التي بدأت شواطئها تعج باليمنيين بحثا عن وسائل للترفيه. بداية، كيف أهلتم وأمنتم هذه المناطق والأماكن لتكون آمنة، خاصة بعد سنوات من الحرب ووجود الألغام وكل ما يهدد حياة اليمنيين؟ في البداية صباح الخير عليكم جميعا، وأتمنى إن شاء الله لكم السعادة والتوفيق. حقيقة بدأت الأوضاع تتطبع وترجع إلى العادة بعد توقف العمليات العسكرية ووقوف إن شاء الله الحرب وإلى ما لا رجعة. طبعا ميدي تعتبر من المدن الساحلية الجميلة جدا، وتمتلك شواطئ جميلة جدا، وإن شاء الله بدأت الأوضاع يعني ترجع إلى أكثر من منطقة سياحية في اليمن، من ضمنها مدينة ميدي الساحلية التي تعتبر إحدى مدن محافظة حجة طبعا، وأنا من أبناء محافظة حجة، وإن شاء الله يعني أنه الأوضاع تتطبع وترجع كما كانت بالسابق قبل الحرب التي خلفت كثير من الألغام وبقايا المجنزرات وهذا، وإن شاء الله ترجع الأمور إلى طبيعتها وينعم اليمن شمالا وجنوبا بالأمن والاستقرار ورجوع النشاط السياحي إلى سابق عهده بإذن الله. لم تجبني سيد محمد، يعني كيف أمنتم هذه المناطق ميدي تحديدا، كيف تم تأمينها وتأهيلها؟ هل عادت الحياة فجأة هكذا، يعني عاد السكان للذهاب إلى الشواطئ ولمناطق الترفيه؟ يعني هل هناك عملية مسح مثلا؟ من المسؤول في المنطقة على البحث في هذه الأماكن
وعملية المسح حتى تكون آمنة للسكان؟ طبعا هو من بعد التفاهمات التي تحدث الآن وجرت قبل فترة لتوقف العمليات العسكرية ووقوف الحرب إن شاء الله ودخول اليمن في هدنة استمرت يعني تقريبا حدود العام، بدأت بعض الفرق يعني النزول والمسح، يعني فرق محلية يمنية، وبدأت يعني الأمور أنها يعني شيئا ما تتدرج إلى الأحسن وإلى الأفضل. ومن هذا القناة الرائدة القناة العربي نرجو التعاون معنا من الأشقاء والأصدقاء في التعاون مع اليمن لنزع ما خلفته الحرب من ألغام سواء في البر أو البحر أو المجنزرات، لأنها تمثل يعني شيء غير محبب وغير جميل، وفيه خطر خاصة نعم الألغام نعم الأرضية على الزوار والسواح. دكتور، من عادة الدول التي تشهد أزمات وحروب أن تعود للنهضة من خلال الجانب الناعم للقوة من حيث الأكاديمية والطب والسياحة، أي دور تلعبه هذه العودة اليوم في المحافظة إلى إعادة اليمن إلى السكة لربما التي قد تفتح آفاقا جديدة لنهضة بعد حرب طويلة؟ طبعا الآن في توجه من قبل الدولة بأن يرجع تطبيع الأوضاع سواء في القطاعات الاقتصادية المختلفة ومنها قطاع السياحة، وأصبحت هناك توجه من قبل الدولة لتنمية وتطوير وإنعاش قطاع السياحة، فهناك توجه من قبل الدولة سواء في الجانب الأكاديمي التعليمي أو في الجانب السياحي وفتح الآفاق للمستثمرين المحليين وأيضا الأخوة الأشقاء. طبعا أنا عملت رسالة الدكتوراه حول الإقليم الساحلي والسياحة البيئية والشاطئية في الإقليم الساحلي باليمن، وطرحنا بعض المخططات السياحية للشواطئ اليمنية والجزر كذلك، ومنها جزيرة ميدي، جزيرة الدويمة، جزيرة ميون للاستثمار، سواء الاستثمار المحلي أو الاستثمار الأجنبي. لذا الدولة هي الآن متجهة نحو تفعيل نعم النشاط السياحي وعمل يعني بعض الندوات وعمل بعض ولدينا يعني كثير من نعم البرامج لتنشيط القطاع السياحي سواء السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية بإذن الله تعود إلى سابق عهدها. نتمنى ذلك دكتور محمد، نتمنى عودة الحياة بصفة آمنة لكل اليمنيين في عموم اليمن ليس فقط في ميدي. شكرا جزيلا لك دكتور محمد الحجوري أستاذ السياحة بقسم الآثار والسياحة بجامعة صنعاء، كنت معنا من